الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سوف ندرس إن شاء الله عز وجل في هذه المجالس جملاً ومقتطفات من كتاب النكاح تأصيلاً وتفصيلاً على ما تعودنا عليه دائماً وأبداً من أننا نأخذ في الباب ما قرره أهل العلم فيه من القواعد والأصول والضوابط، وندرج تحتها ما تيسر من الفروع التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فنبدأ مستعينين بالله، متوكلين عليه، سائلين الله عز وجل أعظم التوفيق وأعظم الإخلاص وأعظم الصدق، وأن يجعل قلوبنا خالصة لوجه الكريم، وأن يجعل جهودنا نافعة لعباده في أرضه. وقارئنا إن شاء الله الشيخ فهد. بسم الله، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: كتاب النكاح هو واجب في حق من خاف الزنا، ويكون مندوبا بحال أمان مع شهوة، ويباح للعنين إن رضيت به امرأة من النسوان، ومحرم في دار حرب يا فتى خوفا من استيلاء ذي الكفران، وله مصالح جمة وعظيمة منها بقاء النسر يا إخواني، وكذاك إعفاف الفروج وحفظها، والنفس تسكن يا أخ العرفان مع حفظ أنساب ومجتمع كذا، وقيامنا برعاية النسوان، وأغض للبصر الحسير فلا يرى ما لا يجوز وما عليه يدان، وتعدد الزوجات. قوله كتاب النكاح، لقد عرف العلماء النكاح لغة بأنه الضم والتداخل، ومنه تناكحت الأشجار، أي تداخلت فروعها وأغصانها. وأما في اصطلاح الفقهاء فهو عقد الزوجية الصحيح، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الحقيقة التي تصدق على النكاح عند إطلاقه أول مرة، هل يراد به مجرد العقد أم يراد به الدخول والجماع؟ والقول الصحيح إن شاء الله أنه حقيقة في المعنيين جميعا، ولربما تدل اللفظة العربية الواحدة على حقيقة واحدة، وأحيانا تدل على حقيقتين، وأحيانا تدل على ثلاث حقائق، فيكون استعمال هذه اللفظة العربية في هذين المعنيين استعمال حقيقة وليس استعمال مجاز. والأدلة من الكتاب والسنة قد استعملت لفظة النكاح في العقد تارة وفي الجماع تارة، فيكون خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة النكاح والتي تصدق عليه لفظة النكاح إنما هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. والذي يعنينا هنا هو أن النكاح في اصطلاح الفقهاء هو عقد الزوجية الصحيح. ثم تكلم الناظم بعد ذلك على حكم النكاح وقاعدته أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والنكاح لا يعدو أن يكون وسيلة يحقق مقصودا، فيختلف حكم النكاح باختلاف مآلاته ومقاصده ونهاياته وغاياته. فإن كان النكاح يفضي إلى واجب فنقول بأن النكاح في هذه الصورة واجب، لأن وسائل الواجب واجبة، وإن كان النكاح يقصد به تحقيق أمر مندوب فهو مندوب، وأما إن كان النكاح يوقع الإنسان في أمر محرم فنقول بأن النكاح محرم، وإن كان يوقعه في أمر مكروه فإننا نقول بأنه مكروه. وأما إذا كان لا يراد به إلا تحقيق مقصود مباح فقط فإن النكاح يعتبر مباحا. فهذا هو الحق الحقيق في حكم النكاح، وهو أنه مجرد وسيلة، والمتقرر في القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى
أننا لا نعطي الوسيلة حكما بالنظر إليها مجردة عن النظر في مقصودها العام وأصلها الشرعي، ولكن النكاح مأمور به في الجملة، فأحيانا يصدق على أنه مأمور أمر إيجاب إذا كان مقصوده واجبا، ويصدق على أنه مأمور أمر ندب إذا كان مقصوده مندوبا. وقد أجمعت الشرائع على الأمر به، فالنكاح من جملة الشرائع التي جاءت بها شرائع السماء ودين الأنبياء جميعا من لدن شريعة آدم عليه الصلاة والسلام إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعيته، وأصل هذه المشروعية قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا ولا أنا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء أبدا فلا أتزوج. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأدلة على مشروعيته والأمر به كثيرة جدا ولله الحمد والمنة. وهذا الأمر قد يكون أمر وجوب في بعض الصور، وقد يكون أمر ندب واستحباب في بعض الصور كما قررته لكم سابقا. فإن قلت: هل لا ضربت لنا أمثلة على صور النكاح الواجبة وأمثلة على صور النكاح المندوبة إلى آخره؟ أقول: على العين والرأس. فيكون النكاح واجبا إذا أفضى إلى أمر واجب، وذلك كأن يكون مقصود الإنسان في النكاح أن يغض بصره ويحصن فرجه، بأن يكون ذا شهوة ويخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وهو قادر ماليا وباءة على النكاح، فيكون النكاح في هذه الصورة وفي حق هذا الشخص من الواجبات التي لا يجوز له أن يقدم عليها لا حجا ولا عمرة ولا تجارة ولا أي أحد، بل يتمخض قصده في أن يغض بصره وأن يحصن فرجه بهذه النفقة. فيكون الأمر في حق هذا الشخص من جملة الواجبات، لأنه وسيلة إلى تحقيق واجب. فإذا لم يصل الإنسان إلى إغضاض بصره وتحصين فرجه إلا بالنكاح وكان قادرا عليه ماليا، فإنه يكون في حقه واجبا. فإن قلت: ومتى يكون مندوبا؟ نقول: يكون مندوبا لمن كان قادرا عليه ماليا وله شهوة، ولكن لا يخشى من الوقوع في العنت، فيكون النكاح في حقه مندوبا، لأنه قادر على أن يحصن فرجه ويغض بصره بلا نكاح، ولكن يبقى النكاح في حقه مندوبا مستحبا. فالأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، في حق هذا الشخص بعينه أمر ندب واستحباب وليس أمر وجوب وتحتم. فإن قلت: ومتى يكون النكاح حراما؟ نقول: إذا أفضى إلى محرم، كنكاح المرأة في حال إحرامها، فإنه لا يحل للإنسان أن يعقد نكاحا إذا كان محرما أو كانت المرأة محرمة. وكذا إذا كان النكاح يوقعه في أمر محرم من مضارة الزوجة، فإن من الناس من لا يقصد بنكاح المرأة الفلانية إلا مجرد مضارتها والتضييق عليها. ويكون محرما في حق الفقير المعدم،
الذي يعلم أو يغلب على ظنه غلبة صادقة أنه لا يستطيع أن يقوم بأعباء الزواج وليست عنده من النفقات ما يغني نفسه ويغني زوجته وأولاده، فكل من علم أو غلب على ظنه أنه سيخل بحق واجب من حقوق الزوجية فإنه يحرم عليه النكاح في هذه الحالة. وقد نص كثير من الفقهاء على حرمة النكاح في دار الحرب، وذلك لأن الإنسان في دار الحرب لا يكاد يأمن على نفسه، فكيف يأمن على حريمه أو زوجته مع ذلك؟ فإن قلت ومتى يكون مكروها؟ نقول إذا أفضى به إلى أمر مكروه، كأن يتزوج امرأة بلا شهوة وهي ممن تحتاج إلى الجماع، فإنه حينئذ سيكون فيه نوع مضرة لهذه المرأة إلا إذا كانت عالمة بالحال وراضية به. فإن قلت ومتى يكون مباحا؟ نقول يكون مباحا لمن لا شهوة له أصالة كالعنين، فإذا وجد العنين وهو إنسان لا يقدر على الجمع، إذا وجد امرأة ترضى به فإن النكاح في حقه يكون حينئذ مباحا. والخلاصة في ذلك أن النكاح مجرد وسيلة، والوسائل يختلف حكمها باختلاف مقاصدها، فإذا كان النكاح يوصل إلى واجب فيكون واجبا، أو إلى محرم فيكون محرما، أو إلى مندوب فيكون مندوبا، أو إلى مكروه فيكون مكروها، أو إلى مباح فيكون مباحا. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى ذكر شيء من مقاصد النكاح، وهذا يرجع إلى أن الشريعة لا تأمر بشيء أمر إيجاب أو استحباب إلا ويقف وراء هذا الأمر من مصالح الدين والدنيا ما لا يعلمه على التفصيل إلا الله عز وجل. فمن مقاصد النكاح التي نص عليها الفقهاء أنه من أعظم الوسائل التي يحفظ بها نسل البشرية، فالنكاح من أعظم الوسائل التي يحفظ بها النسل، ومن أعظم الوسائل التي يحفظ الإنسان بها عرضه ويغض بها بصره ويقيم بها دينه ودنياه. وكذلك النكاح من أعظم المقاصد التي يحصل بها الإنسان الاستقرار النفسي الروحي الباطني العاطفي المشاعري، الذي لو كان من أغنى الناس لما غطى ذلك الشعور في قلبه. ولذلك تجد أن الرجل يحتاج إلى المرأة حاجة ذاتية، بخلاف المرأة فإنها محتاجة إلى الرجل حاجة تبعية. ولذلك لما كان وجود المرأة في حياة الرجل من مطالبه الذاتية وعد الرجال بشيء من النعيم من الحور العين في الجنة، ولما كان وجود الرجل في حياة المرأة إنما للتبع، فهي لا تريده لذاته وإنما تريده لتقوية ضعفها ولاستقرار حياتها ولحمايتها وللإنفاق عليها وللمحافظة عليها ولرعاية شؤونها، فلما كان في الجنة كل ذلك متوفرا لها فهي في الجنة لا تخاف من لص يتسور قصرها، ولا تخاف من حاجة تجيع بطنها، ولا تخاف من نفقة تفتقر إليها، فحينئذ لا تحتاج إلى الرجل في الجنة حاجة الرجل للمرأة في الدنيا والآخرة. فإذا قيل لك لما وعد الرجال بالحور في الجنة ولم يوعد النساء بذلك، فقل لأن حاجة المرأة بالنسبة للرجل حاجة ذاتية فطرية لا يغنيه عنها مال وفير ولا قصر فاره ولا مركب غالي الثمن، حتى وإن كانت حياته مستقرة فلا تزال ثمة ثغرة باطنية قلبية لا يسدها إلا المرأة. فلما كانت المرأة في حياة الرجل من نعيمه الذاتي وعد الرجل بالحور العين في الجنة، وأما المرأة فإنها لا تحتاج إلى الرجل حاجة فطرية ذاتية وإنما تحتاجه حاجة تبعية. ولذلك لو حصل خلاف بين الرجل وامرأته فإن الرجل من يوم أو يومين يفتقر إليها، والمرأة قد تكون في بيت أهلها سنة أو سنتين ولا تسأل عنه إذا كانت تعيش حياة مستقرة، وهذا من حكمة الله أن جعل القوامة المالية بيد الرجل، وأن الرجل هو الذي يتصرف في بيته تصرفا ماليا، وأن الله عز وجل قلل
ميزان الميراث في حق المرأة لتكون بقلة مالها محتاجة إلى الرجل. فإن المرأة متى ما توفر المال في يدها فإن أول أحد ستضحي به ذلك الزوج، إلا من رحم الله من النساء، إلا من رحم الله من النساء. وإن كثرة الطلاق التي تسمعون بها في هذه بين الفينة والأخرى إنما هي بسبب استقلال المرأة ماليا والاستقرار أحوالها عاطفيا ولهدوء أمورها واقعيا عن الرجل، فهي لا تحتاج إلى الرجل إلا لتحقق أمورا، فإذا تحققت هذه الأمور بدونه فإن حاجتها له تقل. وأما الرجل فمهما توفر في يديه ما توفر من نعيم الدنيا من بيت أو سيارة أو مال أو عظم أرصدة في البنوك فإن قلبه لا يزال يتطلع لهذا النعيم المفقود الذي لا يغني عنه شيء. وهذا من مقاصد النكاح، حتى تستقر فطرة الرجل ويمتلئ قلبه وتهدأ عواطفه وتشبع مشاعره، كما قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد سمى الله عز وجل الزواج سكنا، وليس المقصود السكن الحسي وإنما المقصود السكن الباطني. ومنه كذلك اتساع دائرة التعاون الإنساني، وذلك لما يفيده زواج بعض الناس ببعض أو بعض القبائل ببعض من المصاهرة والقرابة الموجبة للتعاون والتآلف والتعارف فيما بينهم، كما قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ومنها كذلك تكثير النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيباهي بأمته سائر الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومنها كذلك تطهير المجتمعات من الفواحش، فإنه متى ما كثر الزواج في المجتمع قلت فواحشه. وأما إذا تخلف الرجال والنساء عن الزواج الشرعي فإن الفواحش سوف تظهر، فحتى يكون المجتمع طاهراً من الفواحش فلا بد من الزواج. ومنها كذلك تطهير المجتمعات من الأمراض، فإن كثيراً من الأمراض إنما مرجعها إلى العلاقات خارج دائرة الزواج، فحتى نطهر المجتمع من الأمراض الجنسية ومن الآفات الخلقية لا سيما في هذا العصر الذي قل فيه وازع الدين، لا بد أن ندعو الشباب والفتيات إلى الزواج. والخلاصة من ذلك أنه لا يحيط بمقاصد التشريع إلا الله عز وجل. ثم تكلم الناظم بعد ذلك على مسألة تعدد الزوجات فقال: أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وتعدد الزوجات من تشريعنا لكن بشرط العدل دون تواني. وهذا لا نعلم فيه نزاعاً بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فقد أباح الله عز وجل للرجال تعدد الزوجات، حيث قال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه التعدد، وقد أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يجوز له أن يجمع أكثر من 40 نسوة. فهذه الآية تدل على مشروعية التعدد وعلى أنه هو الأصل في أصح الأقوال، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج 1 واثنتين أو 3 أو 4، ولا يجوز له الزيادة بإجماع العلماء. وأما الزيادة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من جملة خصوصياته، إلا أن العلماء اشترطوا للتعدد جملا من الشروط لا بد من توفرها. من أهم هذه الشروط أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيعدل بين زوجاته، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهذا أعظم شرط في التعدد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان أو امرأتان
فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة فإن الزواج حينئذ فإن التعدد في الزواج حينئذ يكون محظورا عليه. والمقصود بالعدل هنا إنما هو العدل في الظاهر، فيجب على المعدد أن يعدل بين نسائه في النفقة وفي الكسوة وفي المبيت ونحو ذلك من الأمور المادية الظاهرية. وأما العدل في المحبة والميل القلبي فإنه لا يجب في الأصح، وذلك لأن المتقرر في القواعد أن أمور القلوب بيد علام الغيوب، فالإنسان لا يستطيع أن يعدل في أمور قلبه ميلا ومحبة ومودة، وهو العدل المنفي في قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وهذا وجه الجمع بين هذه الآية والآية التي تلوتها على مسامعكم آنفا، وهي أن الآية التي توجب العدل وتعلق التعدد به إنما تتكلم عن العدل الظاهري في النفقة والكسوة والمبيت وغيرها من أمور الظاهر، وأما تلك الآية التي تنفي تحقيق العدل بين الزوجات فإنما تتكلم عن العدل الباطني في المحبة القلبية. الشرط الثاني القدرة على الإنفاق مع التعدد، والدليل على هذا الشرط قول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فقد أمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من لا يقدر على الإنفاق حين يعدد أو حين ينكح أن يقتصر عن النكاح أو يقصر عن النكاح حتى يغنيه الله عز وجل من فضله. فإن قلت وهل الأفضل أن يعدد الإنسان أو يقتصر على واحدة؟ فنقول في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن الأفضل هو أن يعدد الإنسان إذا كان قادرا على هذا التعدد، وذلك لما يحصل في هذا التعدد من كمال المودة والمحبة وكمال الألفة والتعارف، ولما يفضي إليه من تكثير النسل الذي تكثر به الأمة ويكثر به النسل الذي يعبد الله عز وجل وحده. ولذلك بدأ الله عز وجل به في قوله مثنى وثلاث ورباع، ثم ختمه بالواحدة مشروطا بعدم قدرته على العدل في الظاهر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة المعددين، فمن باب الاقتداء به يكون الأفضل هو أن يعدد الإنسان، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في بيان وصف حالته الشرعية قال وأتزوج النساء، وهذا يصدق على الواحدة وعلى الثنتين وعلى الثلاث والأربع. ثم بعد ذلك انتقل الناظم إلى جمل من الصفات التي ينبغي للإنسان أن يحرص على توفرها في زوجة مستقبله وشريكة حياته، فقال أحسن الله إليكم، قال وفقه الله تعالى ويسن ذات الدين بكرا يا فتى ذات العفاف ولودة الولدان. نعم، سأعطيكم في هذا البيت قاعدة جميلة تقول هذه القاعدة كل صفة في الزوجين توجب دوام العشرة بالمعروف فمطلوبة شرعا، كل صفة في الزوجين توجب دوام العشرة بالمعروف فمطلوبة شرعا، وذلك لأن المقصود الأعظم في النكاح دوام العشرة بالمعروف بين الزوجين، فلا بد من الاهتمام بحسن الاختيار وأن تكون معايير الاختيار شرعية، وهذا مطلوب في الزوجين كليهما، وذلك لأن الإخلال بهذا الأمر قد يكون سبباً من أسباب الفرقة والطلاق أو عدم المعاشرة بالمعروف، وقد يفضي إلى سوء العشرة بين الزوجين. ولذلك فقد اهتم الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيان الصفات
التي ينبغي توفرها في الزوجة، وهذه الصفات إنما تذكر من باب التمثيل وليس من باب الحصر. ولذلك فكل رجل له نظرة خاصة في النساء، وله مطلوب خاص في جسد المرأة، فعلى الإنسان أن يحرص على صفات المرأة المطلوبة لقلبه وفطرته ظاهرا وباطنا، ولا ينبغي له أن يقدم صفة على صفة، ولا ينبغي له أن يتغاضى عن الصفة التي يحبها قلبه في هذه المرأة بحجة أنها امرأة ذات دين وصلاح، فإن صلاحها ودينها فيما بينها وبين ربها. فلا تكمل العشرة فيما بينكما إلا إذا كانت المرأة تتوفر فيها الصفة الجسدية أو النفسية التي يحبها قلبك وفطرت عليها، فلا ينبغي أن تتغاضى عن هذه الصفة. ولذلك لما جاءت المرأة الواهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتهب له نفسها، وقد زكاها الله عز وجل في إيمانها، فقال: وامرأة مؤمنة والذي شهد لها بالإيمان إنما هو الله عز وجل. فإذا لا يشك في دينها وصلاحها، ومع ذلك لم يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرتضي الزواج بها، مع أن الذي زكاها هو الله من فوق سبع سماوات. لماذا؟ لأنه صعد النظر فيها وصوبه ولم يرها ظاهرا تحمل تلك الصفات التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بشر يحتاج في امرأته التي ستكون ضجيعة فراشه ما يحتاجه سائر الرجال. فلا ينبغي أن تطغى صفة الدين في المرأة على الصفات التي تحبها أنت، فإن اجتمعت مع الصفات التي تحبها صفة الدين فإن هذا من النور الذي يسره الله عز وجل لك. فكل صفة توجب محبة الرجل لامرأته فإنها مطلوبة شرعا، ومن ذلك أن تكون ذات دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاضفر بذات الدين تربت يداك. وليس معنى قوله هذا أن تهمل الصفات الأخرى، بل عليك أن تنظر إلى الصفات مجتمعة غير منفردة. فإن المرأة إذا كانت متمسكة بدينها، قائمة بالمأمورات، تاركة للمحظورات، ليست معروفة بفسق ولا بفجور، فإن ذلك أدعى لاطمئنان قلبك على عرضك وعلى أولادك وذريتك في التربية الحسنة فيما بعد. وكما قال الله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فهذا عند التعارض، فإذا تعارضت صفة الجمال مع صفة الدين فلا جرم أن صفة الدين مقدمة، لكن إذا لم يتعارض فعلى الإنسان أن يراعي الجوانب الأخرى. ومن الصفات أيضا أن تكون ولودا، فإن قلت: وكيف أعرف كونها ولودا ولم أتزوج بها بعد؟ فنقول: هذا يعرف بمعرفة صفات بنات عمها أو أمها أو قريباتها، أو يعرف إن كانت متزوجة زوجا سابق. فإذا كانت المرأة ولودا فإن ذلك من الصفات التي ترغب الزوج فيها، فلا ينبغي أن تتزوج بامرأة عاقر، وذلك لأن من مقاصد النكاح العظيم التكثير النسل. ولذلك قال الله عز وجل في بيان حال الرسل: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالذرية مطلوبة، وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل الولد، وهذا زكريا عليه الصلاة والسلام على كبر في السن يسأل الله الولد، وهذه حاجة فطرية لا ينبغي تجاهلها. ومنها أن تكون ودودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود. فإن قلت: وما معنى أن تكون ودودة؟ الجواب: معناها أن تلبي حاجات زوجها قبل أن يسألها، وهذا نادر في النساء إلا من رحم الله. فلا تنتظر بحاجة زوجها أن يطلبها أو يصر عليها، وإنما تعرف مزاجه فتلبي له حاجياته النفسية والجسدية قبل أن
يطلب أو يتكلف في الطلب، بخلاف بعض النساء التي تعرف حاجاتك النفسية والجسدية ولا توفرها لك، فهذه ليست امرأة ودودا. بل كثير من النساء، بل يعني غير أن كثيرا من النساء يلح زوجها إلحاحا لسانيا على مطلوبه الجسدي أو النفسي، ومع ذلك تتأبى وتتكبر على تنفيذه. فكل من ترفعت عن تحقيق مطلوب زوجها الجسدي أو النفسي مع كمال علمها به فإنها ليست بودود، فلا ينبغي أن تحرص على مثل هذه المرأة. وهذا يأتي بمعرفة عادات أمها وأخلاق قريباتها، فإنها إنما نشأت في هذه البيئة، والإنسان ابن بيئته في الأعم الأغلب. ومن الصفات أيضاً أن تكون بكرا، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، فقال: أتزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب يا رسول الله. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال الإمام ابن عاشور رحمه الله: وذلك لأن البكر أشد حياء وأكثر رغبة وأبعد عن التجارب السابقة التي يحصل بها المقارنات فيما بينك وبين الزوج السابق، وتلك المقارنات تؤذي الزوج الثاني كثيرا. ومن الصفات أيضا يستحب أن تكون زوجة جميلة، لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته، ولذلك جاز النظر قبل النكاح ليتأكد الإنسان من صفاتها المطلوبة له. ومنها أيضا أن تكون من بيت معروف بالدين والصلاح والقناعة، وذلك لأنه مظنة صلاحها وقناعتها، فإن البنت تكون على عادة أهلها وعلى أخلاقهم وقيمهم. ومنها أيضا أن تكون حسيبة نسيبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والمقصود بذلك أن تكون طيبة الأصل وذات الحسب، هي التي تكون أصولها من ذوي الشرف وكرم الديانة، وهذا مطلوب عند كثير من الناس. ومنها أن تكون أن تكون معروفة بعقلها ورجاحته، وأن تكون معروفة بأخلاقها، فيستحب أن تكون المرأة التي تختارها وافرة العقل، وذلك لأنه سيمر عليكما في زواجكما أمور كثيرة من المشاكل والعقبات والصعوبات، فإذا كانت امرأة طائشة فإنها لن تكون سنداً لك في اتخاذ الرأي الصحيح وتجاوز تلك العقبات والصعوبات. وعلى كل حال، فينبغي للإنسان أن يرجع في تلك الصفات إلى مطلوبه النفسي الباطني، فإذا تحقق ذلك المطلوب النفسي مع كمال الدين والصفات الأخرى فذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.